الأستاذ أحمد، أهلا بحضرتك. الله يخليك يا فندم، أنا عايز أهلا، أكلم الدكتور محمد. اتفضل دكتور حامد محمد. ماشي يا دكتور. السلام عليكم. السلام ورحمة الله عليكم وبركاته. السلام. ازيك يا دكتور؟ أهلا بيك، اتفضل يا حبيبي. حضرتك أنا عندي 32 سنة بس بشتكي من القولون، بس هو القولون تعبني على طول. متجوز؟ أنا متجوز أدري 8 سنين ومعايا 3 أولاد. في إمساك؟ إمساك جامد لغاية ما أثر على البواسير حضرتك. آه. طيب انت حضرتك الامساك ده بقاله قد ايه؟ امساك ده بقاله داخل على 5 6 اشهر او سنه، بس انا باخد له ملانات برضه بتتعب. طيب ما انا معلش، يعني هو الامساك ده بقاله 6 شهور او سنه، قبل كده كنت طبيعي خالص 100%؟ كان طبيعي 100% يا دكتور. طيب خلي بالك ان ممكن يكون نفسك البواسير هي اللي عامله لك الامساك. طب هي البواسير مش من فتره طويله، البواسير من قريب برضه. عايز تقول ان الامساك بدأ الاول وبعدين جت البواسير؟ ايوه. ما كانش فيه الام في منطقة الشرج قبل البواسير ما تنزل؟ لا ما كانش فيه خالص. لا يا دكتور. طيب يعني امساك يعني بتعمل كام مرة في يعني في اليوم، مرة ولا في كل يومين مثلا؟ يا باشا هو امساك مع عسرة، مع عسرة لازم هو يكون هو اللي بيسبب لي الامساك، لكن انا يعني الامساك دوت يعني كانت حاجة طرية، حاجة ناشفة برضه امساك. لا على فكرة عسر الهضم ما يعملش امساك، ده يعمل اسهال. ما علينا. لا مش عامل لي امساك، مش عامل طيب لي. خلينا في العلاج بقى. احنا خلينا في العلاج، انت المهم بقالك سنه صح؟ ايوه. لان لو فتره وجيزه لنا فحوصات تانية بنعملها. نمره واحد لازم تروح لحد جراح يشوف البواسير، نمره اتنين هتاخد دواء اسمه دوفالاك، ده شراب. دوفالاك او لاكتيولوز، اصعب منه الاسمين، اصعب من بعض. سجل الحلقه دي الساعه 1 بالليل، ابقى اتفرج عليها تاني. وتبقى مجهز نفسك تكتب. اسمع بس، دوفالاك شراب معلقتين كبار قبل العشاء، وتاخد حضرتك نص كوباية لبن بارد وممكن 2 خيارة تمضغهم نص مضغ لمدة اسبوع، ان شاء الله الدنيا هتبقى كويسة. الحلقة بتتذاع الساعة 1 تقريبا، 1:30. الناس واحنا بنبدأ علاج هيقول لك تك تك تك، هنخلص الحلقة في علاج عشان ازبل واشرب ميتها والكلام ده. اه طيب. فاحنا نعمل ايه حضرتك؟ هم يبقوا قاعدين يتفرجوا على حاجة تانية وماسك الموبايل يسجل الحته اللي انا بقولها. طيب وبتتعاد الساعه 1؟ اه 1:30 تقريبا. استاذه اميره.